بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله أعزائي الطلاب. وفي فيديو جديد سنشرح في هذا الفيديو إن شاء الله الدرس الرابع من مادة الدراسات التاريخية للصف الثاني عشر أدبي توجيه. وشرحنا الدرس الثاني والدرس الثالث، وسنستكمل الآن في شرح الدرس الرابع. والدرس الرابع يتناول الحرب العالمية الأولى، وسنبدأ في البداية بما المقصود. فالحرب العالمية الأولى هي عبارة عن نزاع دولي وصراع دموي. هذا الصراع مدته كانت 4 سنوات، وامتد من سنة 1914 حتى سنة 1918، وكان بين دول ما تسمى دول الوسط وما تسمى دول الحلفاء. دول الوسط وهي عبارة عن دول ألمانيا والنمسا والدولة العثمانية وبلغاريا، بينما دول الحلفاء وهي عبارة عن بريطانيا وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة. وهذه الجزئية لابد أن تحفظها جيدا من أجل المقارنة بين الحرب العالمية الأولى والثانية، حيث أنه يطلب منك ما الدول المشاركة وفي أي حلف كانت، وقد يأتي إليك بأسئلة اختر، فلذا لابد أن تكون على دراية بأسماء هذه الدول ونوع التحالف التي كانت موجود به. طبعا لماذا، ما الأسباب التي أدت لنشأة الحرب العالمية الأولى؟ هناك عدة أسباب. السبب الأول هو الثورة الصناعية والتحالفات العسكرية وسباق التسلح، والسبب المباشر اغتيال ولي عهد النمسا. هذه الأسباب عندما يطلب منك أن تذكر الأسباب دون شرح، بمعنى أنه لو طلب منك عدد أسباب حدوث الثورة الحرب العالمية الأولى دون شرح فقط، فهي عبارة عن الثورة الصناعية والتحالفات العسكرية وسباق التسلح، وكل جزئية لها أسبابها وسنتطرق إليها. لكن السبب المباشر وهو اغتيال ولي عهد النمسا. اثنان، لو أراد أن يريد منك أن تشرح أحد من هذه الأسباب، سنشرح كل سبب على حدة. في البداية ظهور الثورة الصناعية، وقد يأتي إليك بسؤال كيف ساهمت الثورة الصناعية في قيام الحرب العالمية الأولى. وهنا لابد أن ننتبه أن صيغة الأسئلة قد تتغير، لكن المطلوب واحد، وهنا أنها تنافست كل من بريطانيا وفرنسا على المستعمرات. ما سبب التنافس؟ سبب التنافس هو الحصول على المواد الخام وتصريف فائض الإنتاج. بدأ صار الثورة الصناعية فصار أصبح هناك فائض في الإنتاج، وهناك كمية كبيرة من الأموال يتم استثمارها، ويحتاج كثير من المواد الخام من أجل دعم النشاط الاقتصادي. وتزامن ذلك مع تنافس الروح القومية. الروح القومية بدأت في الشعوب الأوروبية، أنها هذه الشعوب بدأت يكون لها نزعة قومية، وهذا الكلام كان مثل الإمبراطورية النمساوية والعثمانية. فتنادت هذه القوميات بالحصول على الاستقلال وبناء دول خاصة بها، وهذا الكلام خصوصا في الإمبراطوريات الضخمة التي كانت تشمل على أكثر من نوع من الأعراق مثل الإمبراطورية النمساوية والعثمانية، وهذا كان سبب في تفتت هذه الإمبراطوريات. اثنان، التحالف العسكري. يأتي إليك بسؤال ما أثر التحالف العسكري على العلاقات الدولية؟ في البداية أدى التنافس العسكري إلى زيادة الصراع في القرن التاسع عشر، وهو القرن الذي حدث فيه بداية الحرب العالمية، وبدأ هذا التحالف التنافس العسكري أدى إلى زيادة التسلح، وبدأت كل الدول تعمل على إنشاء عدة تحالفات. قد يأتي إليك بسؤال ما هذه التحالفات؟ وهذه التحالفات لابد أن تحفظها لأنها تأتي في أسئلة اختر. وهذه التحالفات هو تحالف عصبة الأباطرة، كانت من ألمانيا والنمسا وروسيا في 1873، والتحالف الثلاثي بين ألمانيا والنمسا وإيطاليا، والوفاق الثلاثي بين روسيا وفرنسا وبريطانيا في 1907. من أجل أن تحفظ أن عصبة الأباطرة والتحالف الثلاثي، الخلاف فقط في بين أنه هنا روسيا وهنا إيطاليا، لكن ألمانيا والنمسا كانت في كلا التحالفين، بينما هنا في الوفاق
بريطانيا وفرنسا بالإضافة لروسيا. اثنان، سباق التسلح. سباق التسلح وتنامي الروح القومية. الآن سباق التسلح أصبح أدى إلى هزيمة فرنسا من بوروسيا عن طريق فرض شروط صعبة على فرنسا. هذه الشروط الصعبة أدت من ذلك لدخول تسلح بين الدولتين، ونقصد هنا فرنسا وبوروسيا. وهذا التسلح أدى إلى تضاعف القوات في كلتا البلدين، وخصوصا أن فرنسا شعرت أن كرامتها قد نزعت منها بسبب أنها دفعت فدية حربية لبوروسيا بعد هزيمتها، فحاولت أن تستعيد كرامتها. اثنان، قد يطلب منك أذكر السبب المباشر للحرب العالمية الأولى. والسبب المباشر هو أن قيام طالب صربي كان تابع لجمعية، هذه الجمعية تسمى اليد السوداء، باختيار ولي عهد النمسا وزوجته في سيريوبيا. طبعا الآن بناء على هذا الاغتيال صارت مضاعفات ونذور، وهذه الإنذارات كانت من طرف النمسا إلى صربيا، وهذه الإنذارات كانت على عدة مواضيع. في البداية طالبت إغلاق الصحف والمجلات المعادية للنمسا. اثنان، فصل الموظفين المعاديين للنمسا سواء في الجيش أو الحكومة، وتقديم المتهمين بالاغتيال للمحكمة للمحاكمة أمام قضاة نمساويين. هذا هو أثار غضب الصرب، وتقديم اعتذار رسمي للنمسا. طبعا السبب الأول والثاني والرابع تقريبا وافقت عليه النمسا، آسف صربيا، لكن السبب الثالث وهو أنهم يريدوا أن يكون القضاء نمساويين، هذا الذي أثار غضب الصرب والذي رفضوه رفضا قاطعا، مما أدى إلى دخول روسيا وألمانيا والدولة العثمانية في الحرب العالمية الثانية لعدة أسباب. نبدأ في روسيا. طبعا لو أجاك علن سبب دخول روسيا وألمانيا والدول العثمانية في الحرب، روسيا كانت تحاول أن تحافظ على مصالحها في البلقان، بينما ألمانيا كانت ضرورة عسكرية من أجل بلجيكا، مع العلم أن بلجيكا دولة محايدة، والدولة العثمانية دخلت ضد روسيا حتى لتحافظ، لأن روسيا كانت تساعد الانفصاليين في البلقان، والبلقان كان تابع للإمبراطورية العثمانية. بريطانيا كانت تحاول الدفاع عن بلجيكا التي اتخذتها ألمانيا حجة من أجل أنها تريد أن توفر لها الحماية، لكن إيطاليا في هذه الحرب شاركت بجانب الحلفاء، وهذا بخلاف الحرب العالمية الثانية. وضح مميزات المرحلة. طبعا هذه الحرب مرت بعدة مراحل. المرحلة الأولى من الحرب، وهنا بدأ عدم قدرة الألمان على اجتياز الحدود الشمالية لفرنسا بسبب حرب الخنادق التي ظهرت في تلك الفترة، وقيام بريطانيا بحرب ضد الدولة العثمانية لسيطرتها على ممر الدرنانيل، وهذا في الحرب في موجود في حدود الدولة العثمانية خصوصا في مناطق تركيا، واستخدام ألمانيا حرب الغواصات بين بريطانيا، كذلك استخدام الغاز السام. في هذه المرحلة اشتهرت في سنة 1916 بحرب بين، أكثر هذه الحربين هي حرب الفردان، ولا بد أن تحفظ بين من، لأنها تأتي في اختار في بين فرنسا وألمانيا. وفي هذه الحرب رفعوا شعار لن تيمروا، والثانية سميت حرب السوم، وكانت بين بريطانيا وألمانيا، وفيها استخدمت الدبابات لأول مرة. بينما الجبهة الروسية تمكنت روسيا من تدمير نصف الجيش العثماني، آسف النمساوي، ولذلك تم الهجوم على روسيا وهزيمتها، وهرب ولذلك تم هزمت هرب الجنود الروس. هذا الهروب سبب إلى قيام الثورة البلشفية في 1917، وهو سبب أيضا لانسحاب روسيا من الحرب العالمية الأولى. قد يأتي إليك ما سبب انسحاب روسيا من الحرب العالمية الأولى، بسبب قيام الثورة البلشفية. ما سبب قيام الثورة البلشفية؟ هروب الجنود الروس أثر الهجوم عليهم. ثلاثة، أذكر النتائج المترتبة على هزيمة روسيا من ألمانيا والنمسا. أنهم في البداية هروب الجنود الروس من ساحة القتال، فبدأ الشعب يغضب وانتشرت المظاهرات، ومن ثم
بدأت القيام بالثورة البلشفية، وتم إسقاط النظام القيصري الذي كان يحكم روسيا، وبدأ يتصل مع الألمان ووقعوا معاهدة ليتسفيد. طبعا هذه المعاهدة كانت في نفس السنة التي تمت وحدثت فيها في 1917، واللي هي الثورة البلشفية، وهو نفس وعد بلفور، وهي نفس السنة التي وقعت فيها بريست ليتوفسك. وهذه لها أربع بنود. البند الأول أن تنضم ألمانيا للدول البلطيق وبولندا وأوكرانيا، إعادة روسيا للأراضي التي استولت عليها من الدولة العثمانية، وإعطاء الأرمن حق تقرير المصير، ودفع تعويضات حربية، وخروج روسيا نهائيا من الحرب. لذلك كان هذا سبب أساسي من خروج روسيا من الحرب العالمية الأولى. هذه بدأت بعد ذلك المرحلة الثانية. المرحلة الثانية وهي سبب دخول الولايات المتحدة في نفس السنة. انظر، إذا هنا في احفظ السنوات اربطها بأكثر من سنة، يعني تجد أن سنة 1917 ثارت فيها الثورة البلشفية، حدثت فيها بريست ليتوفسك، خرجت روسيا من الحرب العالمية الثانية، بدأت دخلت الولايات المتحدة في 1917 في الحرب العالمية الأولى، وكان لها عدة أسباب. الأسباب استخدام الألمان حرب الغواصات، فبالتالي بدأوا يغرقوا السفن البريطانية التي كانت تحمل الأمريكان، وخاف الألمان من أن الأسلحة الموجودة في المخازن في أمريكا تصل للحلفاء، فقاموا بالهجوم على المخازن الأسلحة بسبب أن ألمانيا كانت تخاف أن تصل للأعداء. وألمانيا بدأت تشجع المكسيك لاسترجاع أراضيها في كاليفورنيا وأريزونا، وهذا بدأ شجع الرأي العام أن يؤيد لدخول الحرب في تلك الفترة، وهذا سبب أنه أجل من هزيمة ألمانيا. لذا عندما يسألك سؤال بين أسباب هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الأولى، علل بسبب استسلام ألمانيا، أو سؤال آخر، استسلام ألمانيا في 1918 واستعدادها إلى الهدنة بسبب هزيمة حليفتها الدولة العثمانية. اثنان، تراجع الروح العسكرية للألمان، خصوصا بعد المساعدة الكبيرة التي قدمتها أمريكا للحلفاء سواء بالجنود أو بالسلاح. والأمر الآخر، نقص المواد التموينية والغذائية. ملاحظة، يوجد ما يسمى الجيوسياسية، وهو علم تأثير الأرض على السياسة. وهنا بدأت تظهر نتائج الحرب العالمية الأولى، وهذه مهمة جدا. لماذا؟ لأنها تأتي في كثير من الامتحانات الجزئية، وهي عبارة عن خمسة نتائج. أول نتائج وهي مقتل 20 مليون شخص بسبب أن الأسلحة أصبحت متطورة، تدمير البنية التحتية مثل الدول الكثيرة مثل فرنسا وألمانيا، انهيار إمبراطوريات مثل الإمبراطورية الروسية والعثمانية والألمانية، وبدأت بالاعتراف بحق تقرير المصير، وبدأ تحويل ألمانيا من إمبراطورية إلى جمهورية، وعقد عدة معاهدات. هذه المعاهدات كانت في معاهدات الصلح في فرنسا وسيفر، وتشكيل عصبة الأمم. طبعا هنا في معاهدتين لابد أن تفهم المقارنة بينهما، وهي في بالنسبة للتاريخ معاهدة فرنساي في 1919 أو سيفر في 1920. الأولى إعادة اللازارس واللوران، هذول إقليمين تم احتلالهم من قبل ألمانيا إلى فرنسا، وفصل بوريسيا عن ألمانيا، انتزاع بلجيكا لجزء كبير من أراضي ألمانيا في الشرق الأقصى لصالح، وأيضا انتزاع جزء كبير من في الشرق الأقصى لصالح الصين واليابان، وخسارة ألمانيا جميع ممتلكاتها. بينما في معاهدة سيفر 1920 تنازلت الدولة العثمانية عن جميع ممتلكاتها، وتحويل الممرات المائية التي توجد في تركيا إلى ممرات دولية. طبعا من النتائج أيضا تحديد عدد الجنود بالنسبة لألمانيا 100,000 جندي، وتحديد نوعية الأسلحة، ودفع تعويضات كبيرة للحلفاء، وإجبار الدولة العثمانية على توقيع معاهدة سيفر. طبعا هنا يأتي إليك هذه النتائج بالنسبة للعالم، لكن بالنسبة للوطن العربي أذكر نتائج الحرب العالمية الأولى على الوطن العربي. واحد، مقتل العديد بسبب دخول الحرب بضغط من بريطانيا. اثنان، تقسيم الوطن العربي حسب اتفاقيات سايكس بيكو في 1916 وبلفور في 1917، بدأ إقامة وطن قومي لليهود.
احتلت فرنسا وبريطانيا أجزاء واسعة من الدول العربية، خصوصا بعد اتفاقية 1920 وهي اتفاقية سان ريمو، وفرض الانتداب في 1922 على الدول العربية. طبعا هنا لابد أن نفرق بين النتائج على الوطن العربي والنتائج بشكل عام. في هذا الدرس قمنا بتلخيص هذا الدرس وأهم الأسئلة التي تأتي به. إن أعجبكم هذا الفيديو أردتم أن نستمر في شرح المادة الخاصة بالتاريخ، اكتبوا لنا في التعليقات، وإن أردتم أن يتم شرح الجغرافيا اكتبوا لنا في التعليقات، وادعمونا بزر لايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.